في هذه اللحظة، لحظة وصولي، كانت تتجاذب الوضع السياسي في داخل تعز عدة اتجاهات سياسية، سواء طلابية أو سياسية. فكان موجود القومي، الوطني القومي والوطني، موجود أيضا البعثي، وموجود أيضا الماركسي، وكثير من الاتجاهات السياسية كلها يسار، كلها يسار، كلها يسار، لأن ما يوم فيش يومها كان لم يكن بعده، بعد يعني وجد الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين وجدوا بعد فترة، وتحديدا كان موجود شخص يعني أول وصوله وصل قبل الثورة، صح، لكن كنشاط سياسي بدأ بعد الثورة، يعني في 63 64 أعتقد تحديدا، اللي هو محمد سعيد المخلابي، وهذا هو أول مرشد نعم. للإخوان المسلمين في اليمن. وبالمناسبة يعني ليس تحيزا لتعز، تعز يعني لو تأتي تقرأ تاريخا يعني، أو ترتب المراحل السياسية لتطور العمل السياسي، ستجد أنه العمل السياسي بدأ داخل هذه المحافظة. نعم. وأمناء عموم كل الأحزاب من الإخوان المسلمين إلى الشيوعيين هم من تعز. يعني لو أعطيك مثلا أسماء، أول قائد للإخوان المسلمين كان كما قلت محمد سعيد المخلافي، أول قائد شيوعي كان عبد الغني علي أحمد، اللي أصبح أول وزير مالية في الجمهورية العربية اليمنية. البعثيين كان أيضا أول زعيم لهم، ولا زال يعني حيا الآن، برضو من قدس، وأمين عام الناصريين أيضا من عبد الغني مطهر إلى آخر واحد إلى اللحظة هذه أمين عام. كل الأمناء العامين كانوا معظمهم يعني 90% من نواة تعز، وآخر واحد الآن اللي هو الأستاذ عبد الله نعمان. القوميين العرب نفس الشيء، أول زعيم لهم من هو؟ سلطان أحمد عمر عبسي، وآخر أمين عام لهم قبل موته ظل هو سلطان أحمد عمر.